شحنة جديدة لدعم محطات الكهرباء تصل إلى ميناء المكلا. الشحنة مقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن، مخصصة لدعم محطات توليد الطاقة بساحل حضرموت. هذه طبعا الكمية ستوفر لنا كثير من الخدمة خلال هذا الشهر إن شاء الله، شهر رمضان، ونطلع طبعا إلى أن تستمر هذه المنحة خلال الأشهر القادمة وخاصة في فترة الصيف. باسم قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ حضرموت مبخوت الماضي، نتوجه بالشكر أولا للقيادة السعودية ممثلة بالملك سلمان وولي العهد على كل هذا الجهد اللي قدموه لنا. الشحنة تقدر ب6300 طن مثري من المازوت مخصصة لتشغيل محطات الكهرباء، وهي امتداد للشحنات السابقة ضمن الدفعة الثالثة من المنحة، والمقدرة ب5500 طن من الديزل و12600 طن من مادة المازوت. اليوم دتشين الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية المازوت، والذي جات صراحة جات في وقتها جدا، يعني خاصة نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله هذه الدفعة تساعد يعني إن الشهر الكريم هذا يكون البرنامج فيه أفضل جدا يعني في بالنسبة للكهرباء بسبب توفر المشتقات النفطية المازوت والديزل. نتطلع نحن من الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ونثمن جهودهم ونقدم لهم جزيل الشكر والتقدير، ونتمنى كذلك أن يساهموا في تجديد المنحة هذه كوننا مقبلين على صيف ساخن في المناطق الساحلية الجنوبية بالذات، لتجديد هذه المنحة حتى ينعم أهلنا في تيار كهربائي مستقر، وكذلك يساهم في تحسين جودة الحياة ويساهم في تخفيف الأعباء المالية والأعباء الاقتصادية على الحكومة الشرعية في اليمن. هذه الشحنة سوف تسهم بحسب المختصين في تقليص ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان المبارك. خبر سار تلقاه الشارع يأمل أن يتحقق، وأن يعيش المواطنون أجواء الشهر الفضيل بروحانية ودون أي منقصات. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.